ظل بروفيسور كامل إدريس بدوره يحب السودان وأهل السودان وحضارة السودان. إنها حقيقة جلية تحدث عنها الكثيرون بلسان المقال. أتمنى أن نستفيد منه الفائدة لبلدنا يعني. ويسهم في تطوير علاقات السودان مع المنظمات الدولية. وفخور بأنه السودان قدم رجل مثل الدكتور كامل. الوظيفة التي يتقلدها الآن هي تشرف السودان كله ولا تشرفه فقط، لأنه وظيفة من أعلى الوظائف في الأمم المتحدة. تحدث عنها بلسان الحال هذه اللوحة التي تتصدر مكتبه. إنها صورة من لوحة أثرية سودانية تشير إلى اتساع مظلة الملكية الفكرية في ظل إدارته، كما تؤكد على حبه العميق للسودان بكل مكوناته. إنه حب صادق تمدد من سويداء قلبه ليغمر كل كتاباته بمداد من الحنين. زرت كل المدن، وحينما لم أرى قريتي فيهم أضحت كلها منفا. مدن بدون أهل، صحراء قاحلة وأشجار ذابلة. مقولة للبروفيسور كامل إدريس تعبر عن حبه لوطنه السودان.